صعود السحرة مسلسل سعودي بتقنيات ضخمة عن رواية للكاتب أسامة المسلم. وفي التفاصيل، يجري حاليا تصوير المسلسل السعودي الأضخم والذي يحمل اسم صعود السحرة، ومن المقرر أن ينتهي التصوير في شهر ديسمبر من العام الحالي، على أن يعرض العمل في 2023 على منصة شاهد الإلكترونية. وبحسب التفاصيل المتداولة، فإن مسلسل صعود السحرة والذي يعد من الأعمال الضخمة إنتاجيا ستكون من 10 أجزاء، وهو مسلسل مغامرات خيالي، والعمل مأخوذ عن رواية بساتين عرب ستان للكاتب السعودي أسامة المسلم، وهو الكتاب الذي حقق أرقاما قياسية في المبيعات. وسيتم استخدام 3 أنظمة استديو مخصصة، بالإضافة إلى أكبر ساحة خلفية، كما سيتم استخدام أكبر ميزانية مؤثرات خاصة. يتم تصوير مشاهد الأكشن في مدينة نيوم الحديثة في السعودية، وهي أول مدينة ذكية في العالم، وتدور أحداث المسلسل قبل 1500 عام حول عدد من السحرة. ويروي المسلسل قصة سيدة فارسية تدعى إفسار، ابنة ساحر ذو شأن كبير، وسيدة عربية وهي أيضا ابنة ساحر ذو شأن، تحاولان أن تشقان طريقهما في عالم السحر وسط حرب كبيرة بينهما، خاصة في عالم يسيطر عليه السحرة الذكور. وتحاول هاتان الساحرتان الحصول على السلطة والقضاء على قوة السحر الذكور ضمن العديد من الأحداث المميزة والمغامرات الشيقة والتي يتم تصويرها ضمن تقنيات عالية ومميزة، ولم يتم الكشف بعد عن ميزانية تكلفة العمل. أما عن أبطال المسلسل فهم سمية رضا، إيداء القصي، أحمد السعيد، فايز بن جريس، قصي خضر، مايا بخش. وتجسد سمية رضا شخصية دعجاء، وهي الساحرة العربية. وكانت سمية قد دخلت عالم التمثيل بالصدفة من خلال المخرج علي السمين، وقدمت سمية العديد من الأدوار المميزة. أما الفنانة إيداء القصي فتجسد شخصية أفسار، وهي الساحرة الفارسية. أما الفنان السعودي قصي خضر فسيجسد في المسلسل شخصية أشور والد إفسار. وقالت زينب أبو أسامة المدير التنفيذي لشبكة قنوات MBC في تصريحات سابقة لها إن مسلسل صعود السحرة هو إنتاج محلي بوجوه جديدة ووجوه معروفة، مع استخدام الكثير من التقنيات العالية.